صلى الله عليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: زوجي يلزمني بالسفر معه للخارج ويتعاطى الخمر أمامي، فما واجبي تجاهه علما أن لي منه أبناء؟ لا تسافري معه ما دام أنه تعاطى الخمر والفسق والشر، هذا غير موثوق، ربما يسكر ويجر عليك أصحاب السوء وقرناء السوء، لأن السكران مثل أحط من البهيمة، فهذا لا يجوز مرافقته ولا تسافري معه. نعم.